ومن اسلام اباد ينضم الينا اسماعيل مطر مراسل الغد. اسماعيل، تفاصيل ما اعلنت عنه باكستان بخصوص الاعتراف بطالبان بالتشاور مع المجتمع الدولي، وايضا كيف تبدو الاوضاع على الحدود الباكستانيه؟ باكستان دعت جميع الاطراف الافغانيه الى الجلوس والتشاور، وآخر المستجدات بأن الملا برادر سوف يلتقي بقادة أفغان في الدوحة، يعتبر إحدى الأمور الإيجابية في هذه المسيرة التي لطالما دعت لها إسلام أباد والحكومة الباكستانية. منذ بدء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان دعت إلى ضبط النفس وسعت إلى جمع الأطراف الأفغان للتشاور لمستقبل أفغانستان. هذا الأمر هو الذي دعت إليه باكستان منذ بداية الانسحاب الأجنبي من أفغانستان، وهذا على ما يبدو استجابة لتلك الدعوات التي دعت لها ليست فقط باكستان في الحقيقة، بل الكثير من الدول كإيران والصين وروسيا أيضا. لكن باكستان والتي تعتبر اللاعب الرئيس في ملف المصالحة الأفغانية منذ بدء المفاوضات الأفغانية الأمريكية والأفغانية الأفغانية، شددت على أنها سوف تسعى في هذا الإطار لجمع الفرقاء الأفغان. كان آخرها اجتماع قادة أفغان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، والذين التقوا بوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي. الاجتماع الذي رشح عنه أن باكستان مصرة على أن الحرب والاقتتال في أفغانستان ليست هي الرسالة أو ليست هي الوسيلة التي سوف تؤدي إلى الاستقرار وسوف تؤدي إلى إنشاء حكومة في أفغانستان. باكستان تصر على أن المفاوضات والحوار هو الحل الأمثل للقضية الأفغانية ولمستقبل أفغانستان ولتشكيل حكومة أفغانية تضمن مشاركة جميع الأطراف الأفغان بما فيهم حركة طالبان. باكستان تصر على أن حركة طالبان جزء لا يتجزأ من الشعب الأفغاني ومن الهيكلة المستقبلية لحكومة أفغانستان. حركة طالبان لها الحق في ذلك بحسب الأحداث الدائرة، هذا ما وصفته باكستان، وهي التي دخلت العاصمة الأفغانية كابول دون اقتتال ودون أن تمارس أي ضغوط على الشعب الأفغاني أو على الحكومة الأفغانية لاستلام السلطة في كابول. إذن هذه رسالة باكستان، هذه رسالة وزير الخارجية الباكستاني، هذه كانت منذ البداية رسالة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي شدد على أن الموقف في أفغانستان يدعو إلى ضبط النفس ويدعو إلى أن تشارك دول الجوار في تسهيل عملية السلام وتسهيل عملية الحوار والمفاوضات في أفغانستان لمستقبل أفغانستان ولمصلحة الأفغان والشعب الأفغاني والحكومة الأفغانية. إضافة إلى ذلك، هناك الكثير من التحركات على الحدود الباكستانية الأفغانية، آخرها وأهمها هي أن المعابر الحدودية الثلاثة الرئيسية تشمن، سبين بولدك وطورخم، تم افتتاحهم أو إعادة فتحهم مرة أخرى بناء على قرارات وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، الذي قال بأن الحدود الآن آمنة والمعابر آمنة وبالإمكان إعادة فتح المعابر لتنقل السكان الباكستانيين والأفغان من وإلى أفغانستان وباكستان. وأيضا معبر طورخم التجاري الأكبر الذي يربط بين البلدين تم إعادة فتحه مرة أخرى بعد أن كان أغلق بسبب الظروف التي كانت باكستان تتوقع أن تسوء عبر هذه الحدود وعبر هذه المعابر. شكرا إسماعيل مطر مراسل الغد، كنت معنا من إسلام أباد.